كجمهور الرجاء اليوم فرحانين بزاف بهذا الانتصار، واخا الاداء ما كانش اداء مزيان، ولكن الحمد لله على كل حال. وكنشكروا هاد اللعابه على المجهود اللي داروا مجهود مزيان، وكنشكروا المدرب المؤقت ديالنا مباركي، وان شاء الله نشوفوا مع الطوسي حاجه مزيانه يعني يقدينا فرقه اكثر. كيفاش شفت الاداء ديال اللعابه؟ الاداء ديال اللعابه شويه ناقص، يعني ماشي شي اداء مزيان اللي يعني كان يعني اللعب ديال الرجاء بحال ديما، يعني اللعب ناقص شويه ماشي بحال ديما. وسي اش غنقول لك، دابا راه سينا في فريق الرجاء البيضاوي، نتمناو ليه التوفيق ونتمناو يصلح ما يمكن الاصلاح ديالو، ولان لحد الان باقي غايب علينا الاداء، تنتمناو الاداء يتحسن في قادم مقابلات تجي النتائج تنتج مع الاداء ان شاء الله. ما راضيش على الاداء، تنطمحوا اكثر. حنا فريق رجاء البيضاوي او جمهور فريق رجاء البيضاوي عبر التاريخ تيبغي النتيجه والاداء، يعني نقدروا شي مقابله تنكون الاداء احسن رغم ما تيكونش الفوز ديالنا، ولكن تنكونوا راضين. اما النتيجه بلا اداء واخا هكاك ما تنخرجوا، ولكن الاهم هو الحمد لله ثلاثه نقاط جبناها. دابا بعيدين بثلاثه نقاط على المنتصر ديال البطوله فريق الوداد، نتمناو في القادم ان شاء الله يتحسن الاداء. وهادشي تتمنى كيف ما كنعرفوا الجمهور الرجاوي يعني كيتبع الكره وكيفهم الكره، شنو كيبان لك ناقص في الرجاء؟ في فريق الرجاء ناقص كل شيء، ناقصنا صانع العاب، لان كما تتشوف انتدابات ما راضينش عليها، كما تنشوفوا اصلا لحد الان دابا معولين على محسن متولي اللي وصل لواحد السن ديال 37 سنه، هنا تيبان لك كاين مشكل في الفرقه، يعني انتدابات المكسب جاب انتدابات من اجل انتدابات فقط، يعني باش يرضي الجماهير، ما جابش على حسب الانتدابات على الخصائص اللي تتعاني من الفرقه، هادشي اللي كاين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.